أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعين الكرام، وتعلن انطلاقة شوطنا العاشر في تعداد أشواط صباح هذا اليوم من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان الدستور، أحد أفرع وأذرع المرموم بدانة الدنيا دبي. الشوط العاشر شوط خاص بالحجاج البكار، نتمنى التوفيق للجميع. نسير مباشرة بصدارة هذا الشوط، نتابع البداية والمقدمة، وأرى هناك الشايبة من تتقدم، بدر بن حمد بن سعيد الرشيدي يقدم هذا الاسم، تليها الجزيرة مع المركز الثاني لمحمد بن عتيق المقعودي، الفلاح سوار التسلل مع المركز الثالث للشاهينية ناصر بن علي بن سلطان الغفيلي، المركز الرابع التقدم مع عنيدة حمود بن سلطان بن سعيد الغفيلي، المركز الخامس من الجانب الآخر، من الجانب الآخر التسلل للفايزة لسليمان بن ناصر بن حمود المالكي، أيضا يتابع هذا الانطلاق، ولكن التقدم في هذه اللحظات ما شاء الله تصل مع هذا الانطلاق المتميز السياد محمد بن عبيدة بن عمير الاكتبي. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة في هذا الشوط، ولكن بنعود مع الصدارة، الأسامي قريبة قريبة من بعضها البعض، شوط يوحي بالتحدي والإثارة حتى اللحظات الأخيرة، ولكن الشايبة من تسيطر على مقدمة هذا الشوط، بدر بن حمد بن سعيد الرشيدي ياتي بهذا الانطلاق المتميز، ولكن عنيدة، عنيدة القادمة، عنيدة القادمة مع المركز الثاني حمود بن سلطان بن سعيد الغفيلي، يقدم عنيدة، شعار المقعودي من الجانب الآخر، وأرى التسلل أيضا مع الغزيل لحمود بن محمد العفاري، ما شاء الله نتابع فده محمد بن علي بن أحمد بالصلف النعيمي، ولكن اللي وصلت صدعة السير بن مبارك بن عامر الحبسي، ما شاء الله ما شاء الله، بأول ندى تتسلل تتقدم تنطلق صدعة اللي قادت المجموعة، ياتي السير بن مبارك بن عامر الحبسي، سلام بهذا الأداء المتميز اللي تقدم صدعة باعدة المسافة لتهدي السلامات لهالي مضيبي بهذا الانطلاق المتميز. تهانينا للشاعر مبارك بن عامر الحبسي، شاعر الميادين الداعم الرئيسي لهذا الشعار، شكرا يا راكان بهذا الأداء المتميز اللي تقدم صدعة ولحظات وصولها، لحظات اقترابها من خط النهاية بدون أي منافس. السير بن مبارك بن عامر الحبسي المركز الثاني، جاءت أيضا عنيدة حمودة بن سلطان بن سعيد الغفيلي المركز الثالث، جاءت فال لعلي بن يمي الوهيبي المركز الرابع. تصل مشاهدينا متابعين الكرام الشامخة بشعار أيضا سالم بن حمد بالأسود العامري، ومع المركز الخامس تصل مشاهدينا متابعين الكرام فهدى لمحمد بن علي بن أحمد بالصلف النعيمي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام للخمس المراكز المتقدمة. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات الوصول إلى خط النهاية، دقيقتين 53 ثانية وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا لأسهيل بن مبارك بن عامر الحبسي، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني جاءت أيضا بهذا الانطلاق عنيدة، توقيتها الزمني دقيقتين 56 ثانية تسع أجزاء من الثانية. تهانينا لحمود بن سلطان بن سعيد الغفيلي، واللي وصلت مع المركز الثالث جاءت فال، توقيتها الزمني دقيقتين 57 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لعلي بن يمي اللوهيبي.